تحل ذكرى تأسيس النادي الأهلي. 113 سنة بيمروا على تاريخ النادي الأهلي، هذا النادي العظيم والتاريخ الكبير اللي بيتميز بيه دايما النادي الأهلي. أهم شيء بيميز كمان الأهلي طبعا جمهوره. الأهلي عنده عدد كبير جدا جدا من الجماهير في جميع أنحاء العالم، يقدروا بالملايين والملايين في الحقيقة. بخلاف كده كمان دايما النادي الأهلي هو السباق في كل شيء، دايما النادي الأهلي هو نادي الوطنية، دايما النادي الأهلي بيقدر يحقق الألقاب المختلفة على الصعيد المحلي والأفريقي، وبيتصدر سواء على الصعيد المحلي أكتر نادي حقق ألقاب أو على الصعيد الأفريقي كمان والصعيد القاري هو أكتر نادي حقق ألقاب. فكل سنة وكل الأهلوية بخير أيضا بمناسبة ذكرى تأسيس نادينا الكبير والعظيم النادي الأهلي. ويا رب دايما دايما بإذن الله سنوات عدت بتاريخ كبير وبطولات وإنجازات وأيام سعيدة جدا جدا على النادي الأهلي، وسنوات أخرى قادمة بإذن الله تعالى مليئة أيضا بالبطولات، ويظل النادي الأهلي ويستمر في تسطير التاريخ بالنسبة له وبالنسبة لكل جماهيره. كل سنة وكل جمهور النادي الأهلي بألف صحة وخير دايما. طيب النهاردة ضيف حلقتنا هيكون الأستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير في الجزء الثاني من حلقة النهاردة، وهنتكلم معاه في أمور عديدة مهمة للغاية. في البداية خلينا نبتدي بأهم العناوين، يلا بينا.